في حاجات كده دايما بتدينا امل في بكره وبتبسطنا كده، وبنشوف دايما قصص يعني زي ما بيقولوا عليها كده، القصص اللي هي انت بتقدر تبص عليها تقول الله انا عايز من ده يا حزنبل. يعني احنا معانا قصه حب في الحقيقه وكفاح لزوجين من المنوفيه، الاستاذ عاطف والاستاذه صفاء من ذوي البصيره. قصتهم في الحقيقه بدات من الطفوله، ساعدوا بعض واتسندوا على بعض، والاثنين بيشتغلوا مدرسين وعندهم موهبه الموسيقى. في الحقيقه صوتهم حلو جدا، خلونا نشوف قصتهم وحكايتهم في سياق التقرير اللي جاي. بدأت معرفتي بمشروع كانت في المرحلة الابتدائية في أوائل الثمانينات، لأن يعني احنا طبعا واخدين الابتدائي من هنا من المنوفية شبين، معهد النور والأمل اللي كان فيهوش كلية تربية على أيامنا، ما كانش فيه إعدادي ولا ثانوي في الأقاليم، فكنا بنختار يا القاهرة يا اسكندرية. فقعدنا مع بعض هنا 6 سنين، وبعد كده رحنا اسكندرية، هي راحت محرم بيه وأنا رحت زيزينيا، بحكم إن التربية الخاصة في اسكندرية كانت مقسمة البنات في مكان والشباب في مكان. هو أكتر حاجة شدتني لعاطف زي ما هو يمكن يكون ألف في الطفولة، إن عاطف كان يحب زملائه قوي، يحب يدافع عننا، إن كنا في مدرسة مشتركة مع ذوي الاحتياجات الخاصة صم وبكم، فكانوا دائما وأبدا الكفيف بالنسبة لهم معرفش هو مشكلة ليه، رغم إن إحنا كنا في حفلات مشتركة دايما بيننا وبين بعض، احنا بالغنى وهم بالتعبير الحركي او بالرقصات التوقيعيه يعني. فعاطف لو كان حصل اي شيء بيننا وبين اي اخرس زي ما احنا كنا بنقول وقتها، كان هو اكتر حد الدرع الحامي للمكفوفين عامه. الاقوى حاجه بالنسبه لي او خلتني ابص للمشروع كارتباط، انا ما بقتنعش بالحب الوهمي الغزل والعينين والشعر والطول والعرض، لا انا عندي كل ما هو تفاهم هو بيتولد عنه الحب. ارتباطي بمشروع قناعه ان هي انسانه زيها زي غيرها، حب روحها المرحه، هزارها في حدود امكانيات بنت، مجدعتها، تعاونها مع الغير، تفضيلها لغيرها اكتر من نفسها، يعني ممكن تدي اكتر ما تاخد، وعمرها ما ادت وعايزه يعني. فده كله تعاونها مع زميلاتها في الابتدائي، تسريح شعرهم، لبسهم، نزولهم الطابور، نزولهم المطعم، لان ده كان دورنا احنا ككبار. يعني احنا في المراحل الابتدائي او الاعدادي كان الكبير دايما مسؤول عن الاصغر منه. خوفي في المرحله الاولى ان المجتمع الريفي هو يرفضها، ان ما تقبلش ان 2 من المكفوفين يبقوا مرتبطين ببعضهم ويعيشوا حياتهم زيهم زي اللي حواليهم، يقول لك هياكلك الشاي، هيشربك ازاي، هتوديك ازاي، هتغسل هدومك، هتكويلك، هتنسق لك لبسك، هتقعد مع عيالك، تذاكر لهم. طبعا دي حاجات من ضمن الحاجات اللي كده موجوده في المجتمع الريفي ومرفوضه. لازم الكفيف ياخد مبصره، والمبصر لازم ياخد كفيفه، هو عشان واحد يشيل واحد، لكن ما مش فيش قناعه من جواهم او كمجتمع ان لا هو انا لو ليا ظروف معينه ما منعتنيش ان اعيش حياتي زي اي غيري، زي الناس اللي حواليا، زي زوجين عايشين، اكلنا شربنا لبسنا اعتمدنا على نفسنا مروحنا مجينا، نجحنا في وظيفنا يمكن بنثبت وجودنا اكتر من المدرس نفسه في قلب المدرسه. انا لما ارتبطت بعاطف حبه لاهله خلاني، يعني انا هقولها بلفظي الدارج، انا اتجوزت ام عاطف ما اتجوزتش عاطف في الاول. الست دي كانت أم، كانت أخت، كانت أحن حد عليها أنا وهو، كانت أكتر حد يطبطب عليها أنا وهو، كانت أكتر حد يخلينا نصر على الإعاقة إنها مش إعاقة، أنا زي أي حد، كانت أكتر حد يعلمني إزاي أحضن بنتي، أطبطب على بنتي، أقسى على بنتي وقت اللزوم، أعتمد على نفسي زي أي ست عادية، مانيش ناقصني أي شيء، ما أعتمدش على حد إلا في الشديد القوي. الحاجه
الحاجة اللي كنت بتمناها من ربنا ان يكون اول خلفيتي بنت، ويمكن يمكن ده عكس الناس الشرقيين بقى، يقولك لا انا عايز ولد في الاول عشان الولد يشيل اسمي يشيل. لا انا يمكن كان حب من ربنا، فضل ربنا الحمد لله، ان انا كنت بدعي له دايما ان يكون اول خلفيتي بنت، والحمد لله ربنا اداها لي ومن عليا بشو اول خلفه بالنسبه لي، والحمد لله سويه زيها زي اي بنت موجوده حواليها، كملت النمو والابصار. برضو ما عودناها من صغرها ان هي تعتمد على نفسها معانا، تتحرك معانا، تروح تيجي معانا الشارع، تيجي معايا المسجد، تيجي تخرج معانا المشاوير. في وقت من الاوقات برضو المذاكره بالنسبه لها القرايه والكتابه، طبعا بطبيعه ان راحت الحضانه راحت مدرسه، مع الوقت والزمن خليناها برضو تعتمد على نفسها في واجباتها في دروسها في تجميع المعلومه اللي هي عايزاها، وبناء عليها برضو هي شالت مسؤوليه البيت معانا كمكفوفين، لان حست وعرفت وتاقلمت من صغرها ان هي مرتبطه بوالدها ووالدتها من فقيد الابصار، فهي كانت عارفه ومسؤوليتها من صغرها ان هي بتكمل الدور اللي هو ناقص اللي هو نقطه الابصار. اللي خلاني اصريت على حياتي عمي استاذ سيد الخلفاوي، هو اللي علمني برايل، علمني اكتب، علمني اقرا، علمني كل وجود، علمني ان انا مش اقل حد من اي حد. برضو والدي لما خلاني امسك عصايتي الكفيف، بس امسكها خرزانه بتاعت راجل فلاح بسيط، ويقول لي اخبطي في الحيطه عشان تعرفيها تاني ما تتخبطيش فيها وانت راجعه تاني. يعني الحمد لله رب العالمين. اعتقد ان احنا كاتنين ريفيين معاقين بصري كانوا اهالينا متحدين بينا اعاقتنا، مش احنا اللي متحدين الاعاقه كمان. بنتك عايزه تتابعها قرايه، تتابعها كتابه، تشوف الواجب اللي خدته في الحضانه او بعد كده الواجب اللي خدته في المدرسه. فطبعا كان برضو معايا اخواتي هنا في البيت كان برضو بيتابعوهم في موضوع القرايه والكتابه لحد فتره معينه. ولاد اختي برضو نفس النظام كانوا متواجدين معايا. انا عندي ندى الكبيره بتاعتي ندى منتصر دي تمريض، وهي بنتي البكر زي ما بيقولوا، وملك اختها طبعا، فبحكم ان ملك وملك وندى كان يعني معايا على طول، فهم برضو نقطه النظر والبص على القرايه والكتابه بالنسبه للبنات كان بيتابعوهم، لكن كمذاكره وشرح ودروس والكلام ده كله كان مسؤوليتنا احنا ومشغول، لان احنا كان عندنا حاجه اسمها كتب البرايل اللي هي بحروف البارزه، كنا بنجيبها طبعا سنه بسنه، يعني كتب سنه اولى كانت عندنا، ثانيه نفس النظام لحد ما اخر مرحله هم بيقفوا لها، فكنا بنجيب الكتب الدراسيه بتاعتنا بطريقه برايل ونشوف الدرس واخليها تتابع تقرا من عندها هي المبصر بتاعها، وانا اتابعها بطريقه برايل، وبناء عليها كنت بشرح لها الدرس بتاعها، لو وقف سؤال قدامها كانت بتسالني يا بابا السؤال ده ايه اجابته احله ازاي؟ فمع بس الحمد لله زي ما قلت لحضرتك التوافق والتفاهم بالاسره المحيطه بيك، ان كان اخواتي ان كان ولاد اخواتي، هم الحمد لله خلينا وقفنا مع بناتنا في الاول لحد ما وقفوا على رجليهم. انا عندي رودينه بتحب ترسم قوي، شروق ما بتعرفش ترسم بس بتحاول انها عايزه تعمل حاجه فنيه، عايزه تعمل شغل ايد، اللون ده يمشي مع ده، اللون ده يمشي مع ده، هم علموني بقى في شغل الخرز اللي هو شغل ايدي، واستمرت الدنيا والحمد لله لحد دلوقتي انا نشاطي مفعل، وكل اللي موجودين معايا معاقين بصري.